هدوء والجمال صفتان متلازمتان لهذه الجزيرة، وقد اتخذت الطبيعة التضاريسية لجزيرة الحلانية أكبر هذه الجزر أشكالا متنوعة في تكوينها التضاريسي لأرضية الجزيرة. هذه الصخور البركانية تكونت منذ آلاف السنين نتيجة الضغط والحرارة، وهي تشكل الآن جزءا من طبيعتها. الحلانيات تتنوع ما بين شواطئ رملية ناعمة وبين شواطئ البحرية من جزر الحلانيات موطنا لها، حيث تتزاوج وتضع بيضها على رمال هذه الجزر، وبعد اكتمال نموها تهاجر منها إلى بقية السواحل في السلطنة خلال مواسم معينة، ثم تعود مرة أخرى لتستأنف دورة حياتها على هذه الجزر. هذه أفراخ طيور النورس والتي لم يكتمل نموها، وهي غير قادرة على الطيران أو اصطياد طعامها بأنفسها، ولا تزال تعتمد على ما تجلبه لها طيور النورس الأخرى. لقد ارتبط سكان جزيرة الحلانية أكبر جزر الحلانيات بالبحر في كسب رزقهم، حيث لم يكن هناك بديل عن ذلك، ولم تكن الأرض قابلة للزراعة، بينما يزخر البحر المحيط بهم بخيرات وفيرة لمختلف أنواع الأسماك الكبيرة والصغيرة منها، وتبادل هذه المنتجات مع السفن المارة عليهم خلال المواسم المفتوحة. لكن الحياة هنا على هذه الجزيرة تغيرت، فمنذ إطلالة فجر النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، تغيرت الصورة عما كانت عليه في السابق، وأصبحت ملامح الحياة العصرية تبدأ مسيرتها على هذه الجزيرة. وكان توفير متطلبات الحياة الأساسية ضروريا وملحا لأبناء هذه الجزيرة، فبدأت قوافل الخير والعطاء تصلها، وبدأت مسيرة التنمية تشق طريقها على هذه الجزيرة، حيث يقوم مكتب نائب الوالي لجزر الحلانيات بتوصيل الخدمات المتنوعة
من رعاية صحية واجتماعية وعمرانية وتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين وتخليص معاملاتهم مع مكتب وزير الدولة ووالي ظفار والأجهزة الحكومية الأخرى في مدينة صلالة. فرط علينا الخير، فرط علينا فلوس، فرط علينا كل شيء. وقد تم توفير الرعاية الصحية للمواطنين في جزيرة الحلانية، وذلك بإقامة مستوصف طبي مجهز بالأجهزة الطبية الضرورية، ويتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وتحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة ومتابعة حالات الحمل، بينما يتم نقل الحالات المرضية المستعصية أو الطارئة إلى مستشفى قابوس بصلالة ليتم علاجها هناك. ومع انتشار التعليم في مختلف مناطق السلطنة، حظي أبناء المناطق النائية بنصيبهم من التعليم، وهنا في إحدى الفصول الدراسية بمدرسة جزر الحلانيات يتلقى التلاميذ المقررات الدراسية المستمدة من المنهج العماني. كما ساهمت الحكومة الرشيدة في العمل منذ البداية على توفير المسكن الصحي الملائم، فكانت الخطوة الأولى المساهمة في تشييد هذه المنازل في جزيرة الحلانية، والتي تتوفر بها الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء. وإلى جانب هذه المنازل يتم حاليا الانتهاء من بناء 20 منزلا اجتماعيا كمرحلة أولى سيتم توزيعها على المستحقين من المواطنين، ويضم المنزل الواحد 3 غرف للنوم وصالة ومطبخ. وقد رعي في هذه التصاميم والبناء المسكن الصحي وملائمته للبيئة، كما يضم تخطيط المنازل الاجتماعية مسجدا كبيرا ووحدة تجارية. ومن المشاريع التي نفذت في جزيرة الحلانيات مشروع تحلية مياه البحر ومعالجتها، حيث تقوم المحطة بتحلية 14,000 جالون يوميا من المياه وربطها بخزان للمياه والذي يسع 60,000 جالون، ومن ثم توصيلها إلى المنازل عبر الأنابيب كمياه صالحة للشرب والاستخدام. كما تقوم محطة كهرباء جزيرة الحلانية بتغطية احتياجات الجزيرة من الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة دون توقف، وتبلغ قدرة المحطة الإنتاجية أكثر من 500 كيلووات من الطاقة الكهربائية، وتقدم هذه الخدمات من الكهرباء والمياه إلى
بالتعاون مع مكتب وزير الدولة وواري ظفار بتسيير رحلات منتظمة بين جزر الحلانيات ومدينة صلالة، وذلك لنقل المواطنين وتوصيل المواد الضرورية التي يحتاجها السكان سواء الصحية أو غيرها من متطلبات أخرى. كما يقوم سلاح سلطان عمان الجوي بنقل الحالات الطارئة إلى مستشفى قابوس بصلالة.